رسميا أعادت كرة دوري أبطال أوروبا الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة وإلغاء القرعة السابقة بسبب خطأ تقني. الخطأ حصل حين تم سحب اسم أتلتيكو مدريد ووضعوا اسم ليفربول في الفرق المحتمل مواجهتها بدلا من اسم مانشستر يونايتد. طبعا أتلتيكو ما ينفعش يقابل الليفر عشان كانوا مع بعض في نفس المجموعة. أتلتيكو قدم احتجاج رسمي بعد القرعة مباشرة للاتحاد الأوروبي ودافع عن حقوقه اللي أنا شايفها مشروعه في إن القرعة تتعاد وما يواجهش بايرن. ريال مدريد زي ما قلت قدم احتجاج رسمي، ثم بعد الإعلان عن إعادة القرعة تم وصف القرار من قبل إدارة الريال بأنه فضيحة للاتحاد الأوروبي. في الفيديو ده لاحظوا كده الشخص اللي على اليمين سحب كرات لجميع الأندية اللي ممكن تواجه أتلتيكو مدريد ما عدا وعاء واحد فقط ما سحبش منه اللي فيه كرات مانشستر يونايتد. في النهاية بقى رأيك مستني في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل